في مؤتمر صحفي أعلن الأمين العام للملتقى الإعلامي العربي ماضي الخميس أن شعار الملتقى هذا العام هو الإعلام حياة واختيار. هذا الشعار يأتي تأكيدا على أهمية دور المؤسسات الإعلامية في المجتمع. الملتقى الإعلامي العربي الذي ستبدأ فعالياته في 22 من شهر أبريل الجاري سيشهد حضور عدد من الوزراء والمسؤولين والإعلاميين العرب، إضافة إلى أصحاب مؤسسات إعلامية متنوعة. الإعلام حياة، عنوان الملتقى الإعلامي 14، ليؤكد بذلك على دور المؤسسات والمنظمات الإعلامية في المجتمع من حيث تعبئة الرأي العام المحلي والدولي بالأخبار والمعلومات التي تثير المجتمع. هذا العام سيكون الملتقى لمدة 3 أيام. يوم السبت بإذن الله ستكون هناك ورش تدريبية، كما جرت العادة أن يكون اليوم الذي يسبق اليوم الرسمي ويوم الافتتاح تكون هناك ورش تدريبية. في يوم السبت ستكون هناك ورش تدريبية. اخترنا بهذا العام ثيمة العمل التطوعي، فراح يتم تدريب مجموعة من الشباب ومن أصحاب المبادرات التطوعية والإنسانية على كيفية التعامل بالإعلام. فاخترنا ثيمة قضية الإعلام والعمل التطوعي، لأن احنا نعتقد أن الكثير من الشباب اليوم بالكويت يعني أصبحت تمتاز بمؤسسات المجتمع المدني وبمؤسسات العمل التطوعي وبالمبادرات التطوعية التي يقوم بها الشباب. الملتقى الإعلامي العربي بحضور كوكبة من الإعلاميين في الوطن العربي، وهو الحدث الإعلامي الأبرز الذي تستضيفه الكويت هذا العام. ها نحن اليوم وعلى أرض الكويت نعيش لحظة من لحظات المبادرة والإبداع الإعلامي الكويتي بالإعلان عن عقد الدورة 14 للملتقى الإعلامي العربي، والذي سيقام في 22 من هذا الشهر. وفي واقع الأمر عندما ننظر إلى شعار هذه الدورة للملتقى العربي هو حياة الإعلام، نجد إنه انعكاس حقيقي لما أصبح عليه الدور الإعلامي على المستوى العربي، والذي يمثل انعكاس حقيقي لجميع المجالات الأخرى سواء سياسيا أو اقتصاديا أو اجتماعيا أو أي أخرى من المجالات. الملتقى يركز على دور الشباب والأخذ بأفكارهم وقضاياهم لتكون موضوعا أساسيا للنقاش في ورش العمل.